السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 8 من سلسلة تمارين الدالة الأسسية النبيرية. إذا التمرين 8 يقول حل في R المعادلة الإكسبونسيال ديال 4 ln x ناقص 5 الإكسبونسيال ديال 2 ln x زائد 6 تساوي 0. إذا لنحل المعادلة، إذا أول خطوة هي تحديد مجموعة تعريف المعادلة، إذا ليكن دي أو مجموعة تعريف المعادلة. إذا دي أو مجموعة التعريف يعني بحال اللي كنحدو مجموعة تعريف الدالة بنفس الطريقة. إذا دي أو إكس كنتمي لآر، في هذه المعادلة عندنا الألان، حنا كنعرفو دائما ما بداخل الألان خصو يكون موجب قطعا، إذا إكس ستكون أكبر من الصفر، أي أن دي أو هو المجال صفر زائد لا نهاية، عندنا إكس أكبر قطعا. يعني المجال مفتوح. إذا نحلو المعادلة، حنا نعتبرو ليكون إكس من دي أو. لدينا إذا هذه المعادلة هذه تكافئ ماذا؟ كنعرفو بأن الأو ديال ألان أو بشكل عام هي أو، وبالتالي باش يمكننا نطبقو هذه العلاقة هذه خص هاد او دي ليكسبونسيال ديال 4 ln x خص هاد 4 تحيد من هنا. اذا خصها كيمكن لي نطلعها، حنا كنعرفو بان ln ديال x اس n بشكل عام هي n ln x. طب بحال هنا n خصها تكون عدد فردي، الا كان زوج كندير قيمه مطلقه. اذا ليكسبونسيال غادي ترجع ln ديال x اس 4 ناقص 5، نفس العمليه هنا. اذا الاثنان غنديها للاس خترجع 5 ليكسبونسييل ديال ln اكس اس 2 زائد 6 تساوي 0 تكافئ ماذا؟ اذا ليكسبونسييل ديال ln واحد التعبير، اذا كيساوي لنا هذاك التعبير يعني اكس اس 4 ناقص 5 ليكسبونسييل ديال ln اكس مربع، اذا 5 اكس مربع زائد 6 تساوي 0. هنا طبقنا هاد العلاقة هذه. إذا لقينا واحد المعادلة من الدرجة الرابعة كيمكن لي ندير لها هذا الشكل، هذا إكس هي إكس أس 2 الكل أو كاري زائد 5 إكس أس 2 زائد 6. الهدف هو رجعها معادلة من الدرجة الثانية، إذا باستعمال تغيير المتغير. إذا نضع تي تساوي إكس مربع، المعادلة تصبح على الشكل ت مربع زائد 5 ت زائد 6 تساوي 0. إذا أو هنا ناقص ماشي زائد، إذا ت مربع ناقص 5 ت زائد 6 تساوي 0. إذا نديرو دلتا، دلتا غيساوي لنا ناقص، إذا هي ب مربع يعني ناقص 5 مربع ناقص 4 مضروبة في ماذا؟ مضروبة في 6. إذا هي 25 ناقص 24 أي تساوي 1. إذا لقاو الحلول، إذا تي تساوي ماذا؟ تساوي ناقص ب، دونك حنا عندنا ناقص 5 أي ناقص ناقص يعني هي 5 ناقص جذر دلتا اللي هي 1 على 2 أ اللي هي 2، أو تي تساوي 5 زائد 1 على 2. إذا تي تساوي 5 ناقص 1 هي 4، 4 على 2 تساوي 2، أو تي تساوي 6 على 2 هي 3. إذا كنرجعو دابا لأن حنا لقينا تي ولكن حنا تنقلبو على إكس، يعني حل المعادلة. إذا المجهول بالنسبة لينا حنا ولا المتغير هو إكس ماشي تي، إذا تي كتساوي لنا إكس كاري، إذا إكس كاري كتساوي لنا 2 أو إكس كاري كتساوي لنا 3. إكس كاري كتساوي 2 تكافئ أن إكس كتساوي جذر 2 أو إكس كتساوي ناقص جذر 2. إكس كاري كتساوي لنا 3 كذلك إكس كتساوي لنا جذر 3 أو إكس كتساوي ناقص جذر 3. بطبيعة الحال هنا خصني نشوف هاد الحلول واش كتنتمي لمجموعة تعريف المعادلة، لأن إكس كتنتمي لدي أو
والدي او هو المجال المفتوح صفر بلس لانفيني. اذا بطبيعه الحال المجال صفر بلس لانفيني، اذا ناقص جوج لا تنتمي الى دي او، يعني عدد سالب. وكذلك ناقص جذر ثلاثة لا تنتمي الى دي او. اذا كيبقى فقط جذر جوج وجذر ثلاثة. اذا مجموعة الحلول ديال المعادلة او اللي هي اس او هما العددان جذر جوج جذر ثلاثة.